النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أطلق القيام مبينا فضله، وهذا الإطلاق يوضحه فعله صلى الله عليه وآله وسلم وما دلت عليه سنته. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخص تفريق صلاة الليل، لأن هناك من يقول بأن ما يفعله الناس في رمضان في العشر الأواخر من الصلاة بعد العشاء ثم الصلاة بعد منتصف الليل يقولون هذا بدعة، والجواب عن هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقيام رمضان وأطلق. نعود إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل سواء كان في رمضان أو في غيره، فنجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة في رواية البخاري صلى 4 ركعات ثم نام صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخر الليل قام فأكمل بقية صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا دليل على التفريق. صلاة التراويح صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الليالي بأصحابه جماعة، لكن خشي أن تفرض عليهم فتركها، ثم أتى عمر رضي الله عنه كما عند البخاري وجمع الناس على قارئ واحد. ومما يؤكد أن الأمر بقيام الليل مطلق أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن أبي بكر وفي أوائل زمن عمر كانوا يصلون في المسجد أوزاعا، كما في البخاري يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ومعه الرهط يعني معه الجماعة. ثم لماذا سميت بالتراويح؟ سميت بالتراويح كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح من الترويحة، لأنهم كانوا يستريحون من طول القيام. وفي العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أحيا ليله وأمته مأمورة باتباعه صلى الله عليه وسلم، فكون الناس يصلون بعد العشاء بعض الركعات ثم يستريحون ثم بعد ذلك يصلون هذا مما له سعة في الشرع. ولذلك كثير من العلماء يذكرون أن أنس يجوز ذلك وكثير من السلف يجوزون ذلك، لكن كره بعض السلف ذلك، والمرد في ذلك إلى ما دلت عليه النصوص الشرعية. فالقول ببدعية هذا الأمر هذا مخالف لما ذكرنا من النصوص التي أمرت بقيام رمضان. ولو قيل بالبدعية لقيل إن بعض السلف أنهم وقعوا في البدعة، ومن كره ذلك فليكره لنفسه، لكن أنه يبدع ما عليه الناس أو يحرج الناس بأمر وسعه الشرع، لأن للرأي في هذا مجال.